هل ممكن أنك ترغب في شيء بشدة لدرجة أنك تتخلى عن كل شيء من أجله؟ عائلتك، عملك، مالك، كرامتك؟ حد بيقول لا أبداً غير ممكن. لكن المدمن له رأي آخر. الإدمان ما يقتصر فقط على المخدرات والكحول ولعب القمار، بل قد يمتد لين التسوق والإنترنت والسوشيال ميديا والتدخين والأفلام الإباحية والحلويات والكاكاو والقهوة ومشروبات الطاقة. كل هذا إدمان، لكن ما هو الإدمان حقا؟ الإدمان هو أحد الأمراض اللي تصيب الدماغ وتخلي الإنسان يفقد قدرته على مقاومة الرغبة الملحة في داخله لفعل أو تناول شيء ما. فتشوف المدمن يبحث بإلحاح عن النيكوتين أو الكحول، ولما يختفي تلفونه يصيبه نوع من الهلع، ولما يحصل على ما يريد يأتيه شعور جميل ويشعر بالسعادة لبعض الوقت. ما تشوفون الناس ما تنام إلا وهواتفها معلقة في أيديها؟ من زمان العلماء كانوا يظنون أن الإدمان يصيب الناس أصحاب النفوس الضعيفة اللي ما عندهم عزيمة، لكنهم اكتشفوا أن هذا الكلام غير صحيح، لأن المدمن يصل إلى مرحلة يفقد فيها سيطرته على نفسه، ويبدأ دماغه وتبدأ هرموناته تتخذ قرارات بالنيابة عنه. الدماغ فيه مناطق للمكافآت والجوائز، هذه المناطق تنشط لما تتدفق فيها مادة الدوبامين اللي يحبون الناس أنهم يسمونها هرمون. لما تمتلئ الممرات العصبية في مناطق المكافآت بالدوبامين نشعر بالمتعة والسعادة. بسألك، هل صارت لك مرة أنك بديت تأكل كاكاو وما قدرت تتوقف؟ تحاول لكن تحس أنك محتاج لكمية أكبر وأكبر؟ هذا هو تأثير الدوبامين. لما تتعود مناطق المكافآت في الدماغ على جرعات عالية من الدوبامين، شو اللي يصير؟ يحصل الإدمان، وكل مرة دماغك يبقى أكثر، ولذلك تقوم المنشطات والمخدرات مثل الكوكايين بمضاعفة الدوبامين في الدماغ. تعرفون إيش كثر؟ 10 مرات أكثر عن إفرازه العادي في حالات الفرح والنشاط، الأشياء الطبيعية يعني. فشو اللي يصير؟ تشعر مع هالمخدرات بنشوة هائلة، وهذا اللي يسوي الخلل. ليش؟ لأن الدماغ يعتقد مع الوقت أن هذه هي النسبة الصحيحة لكي يشعر بالسعادة، وبالتالي يفقد القدرة أن يحفز مناطق المكافآت بدون هالعقاقير والمخدرات والأفلام والسوشيال ميديا وغيرها، ولذلك ندمن عليها. كم مرة سمعت عن أشخاص ماتوا بتعاطي جرعة زائدة من المخدرات؟ تعرفون ليش؟ لأن مع استمرار المدمن بالتعاطي تضعف حساسية مستقبلات الدوبامين اللي في الدماغ، فيحتاج لجرعات أكبر علشان يحصل على نفس النشوة اللي تعود عليها. وفي يوم من الأيام يقوم عن غير وعي بأخذ جرعة زائدة، ظن منه أنها راح تعيد له النشوة المفقودة، لكنها تصدم الدماغ فيتوقف عن العمل وتؤدي الوفاة. أما في حالة إدمان الإنسان على الكحول، فيصبح دماغه بطيء في العمل، فيقوم بزيادة إفراز هرمون الأدرينالين اللي المفروض يفرز في حالة الإجهاد أو الخوف. يحاول الدماغ من خلال هذه العملية أنه يحافظ على تركيز ووعي المخمور، لكن الحقيقة هي أن المخمور مو بقاعد يسوي جهد ولا هو خايف علشان يحتاج كمية كبيرة من هذا الهرمون، لذلك يصيبه الغثيان والرعاش وخفقان في القلب وأحياناً صعوبة في التنفس، ومع الوقت يسبب إدمان الكحول تلف في الدماغ. تسمعون حد يقول لما أتضايق أفتح الثلاجة، ولما أزعل أكل كاكاو، أنا أحب الكاكاو وأكله زعلان ولا راضي. الأكل إدمان وله مخاطر كثيرة، لكنه مش بخطورة إدمان المخدرات والكحول طبعاً، لكن مع الوقت يتحول إلى سلطة علينا. وكثيرين من اللي عندهم سمنة مشكلتهم الحقيقية هي إدمان الطعام، لأن الطعام فيه سكر ودهون وأملاح، وكل هذه تثير مناطق المكافآت في داخل الدماغ. في تجربة أجروها العلماء على 20 شخص، 10 منهم يعانون من السمنة و10 ما عندهم مشكلة في الوزن، حقنوهم بمواد مشعة تثير مستقبلات الدوبامين في الدماغ،
وبعدين فحصوهم بجهاز التصوير المقطعي PET اللي يفحص أعضاء الجسم كالدماغ بدقة عالية جداً. فوجدوا أن اللي يعانون من السمنة عندهم مستقبلات دوبامين أقل من الآخرين، ولذلك يكثرون من تناول الطعام علشان يشعرون بالنشوة. لكن يظل السؤال، هل المستقبلات أقل لأنهم يأكلون وايد، ولا هم يأكلون وايد لأن أدمغتهم فيها مستقبلات أقل؟ ما زال العلماء يدرسون الموضوع حتى الآن، لكن الشاهد هو أن السمنة هي نتيجة لأحد أنواع الإدمان وهو إدمان الطعام. هذا يعني أن إدمان الطعام مشكلة حقيقية. بالنسبة لإدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية، في الصين افتتحوا مصحة لمعالجة مدمني الإنترنت. يدخل المدمن اللي عادة يكون مراهق ويخضع لنظام تدريب قاسي جداً كأنه عسكري، إلى جانب خضوعه لجلسات علاج نفسية. تصوروا أن مدمن الألعاب الإلكترونية قد يقضي أيام متواصلة في مقهى الإنترنت بدون أكل، حتى أن البعض منهم قام يلبس حفاضات علشان ما يروحون للحمام. ولاحظوا أن هؤلاء الأشخاص صاروا أكثر عنفاً وعدوانية تماماً مثل مدمن الكحول والمخدرات، لأن أجسامهم مليئة بالهرمونات اللي تسبب لهم التوتر. كيف يعرف الواحد إذا كان مدمن على شيء أم لا؟ بسألكم كم من سؤال، وإذا جاوبت بنعم لثلاث مرات أو أكثر فهذا يعني أنكم مدمنين. هل تشوف نفسك كل ما تسوي شيء مثل أكل الكاكاو والحلويات أنك تتناولها أكثر في كل مرة؟ إذا حاولت تقلع عن هذه العادة، هل تصيبك أعراض مثل الغثيان والتقيؤ أو توتر وتعب نفسي؟ هل تشوف نفسك كلما خططت أنك تقلل من هذه العادة أنها تزيد وكأنها تعاندك وبعدين تشعر بالندم؟ هل تصر على الاستمرار في أكل الحلويات رغم أنها تؤثر على صحتك ولياقتك ومزاجك وعملك، رغم أنك منتبه لهذه التأثيرات؟ هل تجد نفسك تتهرب من أنشطة معينة، كأن تعتذر عن لقاء اجتماعي أو تؤجل بعض الأعمال بسبب إدمانك على عادة سيئة؟ بمعنى آخر، هل صارت هذه العادة أولوية في حياتك؟ هل تقضي وقت للتخطيط لفعل هذه العادة وتتجنب أن الآخرين يعرفون عنها؟ هل تفكر في الإقلاع عنها وتظن أن حالك بيكون أفضل بدونها، لكنك كل ما تحاول تفشل؟ حد بيقول معقولة يعني أنا مدمن بدون ما أدري؟ نعم معقولة، لكن لا تخاف، كل أنواع الإدمان لها حل، بس لازم في البداية نتخلص من بعض الخرافات، وأولها هي خرافة الإرادة. علشان ما تفهموني خطأ، بس الإرادة شيء مهم جداً، لكنها لوحدها غير كافية للإقلاع عن الإدمان. ترى حد من الناس إدمانه وراثي أو جيني، وحد إدمانه نتاج للبيئة اللي هو عايش فيها، ولذلك لازم يتعالج، بس مش فقط بالتدريب والعزيمة، ولكن بالأدوية أيضاً، لأن المدمن إنسان مريض عضوياً مش فقط نفسياً. الخرافة الأخرى هي أن الأدوية المضادة للإدمان تعتبر نوع آخر من الإدمان، وهذا خطأ وخطأ كبير جداً، وأغلب الدراسات في هذا المجال تؤكد عدم صحة هذا الكلام. فالدماغ اللي يعني يحاول أنه هو يقلع عن العادة السيئة يحتاج وقت ليستقر، يعني من 40 حتى 90 يوم علشان يهدأ، ومن سنة لين سنتين لين يتعود ويعود لوضعه الطبيعي، ومناطق المكافآت اللي فيه تعتاد على النسب الطبيعية للدوبامين. في هالفترة الأدوية تقوم بخلق نوع من التوازن فيه، فلا تقول أنا مدمن على الدواء وماشي فايدة، لا، أنت فقط تحتاج إلى وقت حتى ترجع لطبيعتك. إلى جانب المشكلات العضوية اللي تؤدي للإدمان، فإن الجانب الاجتماعي له تأثير كبير جداً. في دراسة على فئران مختبر حطوا كل فار في قفص بروحه، وحطوا له نوعين من الماء، واحد صافي والثاني فيه مورفين، والمورفين هو مسكن يستخلص من الأفيون، وإساءة استخدامه تؤدي للإدمان. شو اللي صار؟ اكتشفوا أن الفئران بعد كم يوم اتجهوا للماء المخبوط بالمورفين،
بعد فترة راحوا جمعوهم كلهم وحطوهم في قفص واحد كبير، وجهزوا هذا القفص بحيث صار بيئة حلوة ومرحة. فوجدوا أن الفئران وقفت ما تشرب من ماء المورفين ورجعت تشرب من الماء العادي. ليش؟ استنتجوا أن البيئة اللي يعيش فيها الحيوان وبالتالي الإنسان تساهم بشكل كبير جدا في حل المشكلات اللي عنده. لذلك أكثر المدمنين اليوم يأتون من بيئات غير مستقرة اجتماعيا ويعانون من ضغوطات ومشكلات كثيرة. هذه الضغوطات أكثرها صارت في الطفولة والمراهقة. لما عادوا الجنود الأمريكان من حرب فيتنام كانوا 20% منهم مدمنين على الهيروين علشان يهربون من ويلات الحرب، وكانوا الناس يخشون أنهم لما يعودون إلى منازلهم أنهم ما بيقدرون يعيشون حياة طبيعية. لكن المفاجأة كانت أن 95% منهم أقلعوا عن تعاطي الهيروين تماماً، لأنهم رجعوا يعيشون بين أسرهم وأحبابهم وبدون أي انتكاسة وبدون أي علاج. إذا كان الشخص يعاني في حياته ويشعر كأنه مسجون فيها وما عنده أي نوع من المتعة أو الارتباط الاجتماعي، يعني إذا كان يشعر بالعزلة فهو غالباً يبحث عن شيء ما عشان يعطيه الراحة، مثل شو؟ المخدرات، التدخين، الكحول، وربما التسوق. تصوروا الحل إذن لن يكون فقط بالعلاج الطبي، بل يحتاج هنا أن يقضي على الأسباب الاجتماعية اللي دفعته للإدمان. في عام 2000 كان 1% من شعب البرتغال مدمن على الهيروين، ورغم كل القوانين اللي وضعتها الحكومة إلا أن الوضع لم يتغير. إلى أن قامت الحكومة بعد أن استشارت مجموعة من الأطباء والعلماء باستثمار أموال محاربة المخدرات في تحسين حياة الناس، فوفروا وظائف للمدمنين وتكفلوا بدفع 50% من راتب المدمن اللي تشغله الشركات الخاصة، وعطوا بعض المدمنين قروض ودعموهم للبدء في مشاريع صغيرة، وبدل ما يسجنونهم قاموا بإرسالهم إلى مراكز للتأهيل، فانخفضت نسبة الإدمان إلى النصف وقلت حالات الموت بجرعات زائدة. والمفاجأة هي أن حتى نسبة الإصابات بالإيدز انخفضت أيضا، كل ذلك بسبب تحسن البيئة المحيطة بالمدمن. العالم كله اليوم يعاني من شكل من أشكال الإدمان: إدمان الهاتف، إدمان العمل، إدمان شراء الملابس والتدخين والسكريات وغيرها. وعلشان نقدر نحن نتجاوز هذه التحديات نحتاج أن نعامل المدمن كمريض لا كمجرم، ونحتاج إلى فهم أسباب إدمانه البيولوجية والنفسية والاجتماعية أيضاً. وأهم شيء نعرف بأن الإدمان ما يعني بالضرورة نهاية الحياة، بل قد يكون أحد دروس الحياة اللي تعلمنا كيف ننتبه لأنفسنا ونتحكم في حياتنا.